مغارة عثمان. عثمان أحمد علي عوض. رحنا قدام مغارة بلد. هذا زي المي تسحب من كبير بنجيب مي هاي على الهواء. بربيز بنحطه على الهواء نفس. يعني بيسحبينه بحطين مي. الحين والله ما فيها هي لأنها مخلصات الحين احنا عطشانين هنا. فاضية الحين بدنا تنكية والتنكيات صعوبة قوية يعني لما يطلع نشوف الجبل هذا قديش الطريق صعب فيه نقدرش نجيب الحين هاي احنا فين بنمشي هذا الحين طابون بنجيب العجين بنعجن العجين المغرب بنبيته الصبح بنقسمها قراص بنخبز الطابون ها هاي هيك نخبز قراص كمان لما يستوي بنسكر عليهم لما يستوي بنفتحه وبنطلع براس خبز باكله منه بعدين لما نكمل الخبز بنجيب زبل من هنا نعبي زبل وبنحط عليه ونعاود نزبله هاي بالطريقه هاي هيك اجانا اوامر هدم بالحمامات كلهم تصوير مع بيار اجانا كمان بيار هني والبيار خطرهم بالهدم لانه ممنوع هنا البونه ممنوع البونة عشان انه هذه منطقة عسكرية هم معدينها عمرنا شفنا جيش بتدرب هين من مرة الا حوالينا من مرة هم بيدعوا انها منطقة عسكرية لهم كيف عسكرية وهي ساكنين احنا فيها ولا جدودنا يعني كنا ولدتين في المغارة هاي لانه من قلت السيارات اولا صار معي وجع في النهار و كما نتصل تلفون ما يجاوبش المكالمة يعني عندنا ظل معي الوجع للمساء للساعة 10 في الليل برضو اتصلنا حاولنا نتصل تلفون برضو ما يعني احنا نقول يمكن يكون محسوم حجز للسيارات او اشي برضو انا سلكت برضو هون ولدت هون على هالمادة هي جبت الطفل كنا نروح مع الطريق الأول بقينا نروح طريق بعيدي ما نقدرش نصل المدرسة نصل هل هي راح الحصة الأولى أو الثانية الطريق طويل لما نروح منها بقينا نقعد ساعتين ونص لما نصل المدرسة الجيش صار يجيبونا جيش من الطريق القريب وكانوا يجيبونا وهنا كان صوت من سرت يتهجموا علينا يضربونا بحجاب ولقونا عند الريفت وضربوا هذه بالعصا على رقبتهن كنا مع جيش وبقوا كمان المسوطنين يتهجموا علينا واحنا بين جيش وبين شرطه وبقينا نمشي مع الطريق فيش اشي الحمان الحين لما نمشي مع الطريق كانوا يلاقونا كثير اي في الطريق ولقونا ويصير هامش علينا ويصير يضرب علينا بدموس بحجار I want to let you know that Chris Brown and I were just attacked by settlers in Ma'an and beaten up. We're waiting here for the police to come, but I can't walk. And Chris had his face beaten. We were accompanying children from the village of Tuba to the village of Tawani to go to school. وهجم علينا مستوطنين معهم جرر وعصي وسو وطبوا فينا أولاد ثلاثة بقوا ورا الأجنبي وصور وأنا جيت بدي أمرق من هنا حشروني وجيت من هنا حشروني وضربني هنا وراح على الأجانب وكتل واحد منهم قطم إيدها ورجلها يجون المستوطنين بيهددونا هنا إنه ارحلوا هذه المنطقة منطقتنا بخافونا كثير هنا يعني ما بيخلوناش لا نبني ولا حلال نحوس اللي هي غنمنا يعني احنا معتشين غير من ولا الغنم بيرجموا علينا أحجار المستوطنين بيعملوا معنا مشاكل
باخذوا لما يروحوا الاولاد عليهم فوق شقه الحراس بقسم من الغنم بيظلوا يتسعوهم طخ لما يروحوهم على البيوت. اللي بيلحقوه بيضربوه. حتى الشرطه لما تيجي الشرطه كمان بتقدر تحكم عليهم من مره، بدي يعني هم يعني مسلطين على الجيش وعلينا ما بنقدر نحكي معهم من مره.